انا مدام ريهام يوسف ذكري، مدير فني لمركز ابو سيفين لذوي الاحتياجات الخاصه بشبرا. هو الاول الطفل ما بيجي لنا طبعا بنقعد مع بابا وماما الاول، بنعمل زي بحث حاله، بنعرف التاريخ المرضي، ايه ظروفه، هل بتابع مع دكتور مخ واعصاب، متشخص ايه. بعد كده بيجي لنا الطفل بيقعد تحت الملاحظه من 15 يوم للشهر، وبعدها بنبتدي نقيم ونعمل اختبارات بحيث نعرف هنحط الطفل في أي فصل مناسب لقدراته ومناسب لعمره العقلي. أول حاجة بالنسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بيبقوا محتاجين تعديل سلوك، أهم حاجة. مجرد ما الطفل بيتعدل سلوكه بنبتدي معاه شغل تنمية مهارات، كل طفل حسب قدراته. يعني احنا عندنا برامج هنا بنشتغل ببرنامج البورتج، بنشتغل ببرنامج التوحد، برنامج اللوفاس للتوحد، وعندنا برنامج وظيفي، وعندنا ما قبل الأكاديمي اللي هو قبل القراية والكتابة والحساب، وعندنا في أطفال هم بطيء تعلم بيجوا هنا يشتغلوا إن هم يتأسسوا، وممكن لو عرفنا إن احنا نوصل بيهم لمناهج المدرسة بنشتغل معهم مناهج المدرسة. البيت اللي بيبقى فيه بيساعدنا، اللي بابا وماما بيبقوا مهتمين وبينفذوا الكلام اللي احنا بنقوله سواء في تعديل السلوك أو بيبقوا متابعين معانا البرنامج، يعني طبعا بيبقى فيه تقدم مع الأولاد وبيحرزوا تقدم بسرعة، احنا الاتنين بنكمل بعض. احنا هنا بالنسبة لنا المكان مكان خيري، تمام؟ احنا بناخد مصروفات مش لا، بس كل واحد على 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 قده. يعني احنا برضو بنعمل دراسة حالة، لو قلنا الولي امر مصروفات كذا وهو مش قادر عليها ممكن بنعمله تخفيض، وزي ما بيقول حالة تشيل حالة، اللي بيقدر يدفع بيشيل اللي ما بيقدرش يدفع. فاحنا مش مكلفين، احنا يعني حتى في مراكز بتروحي مثلا الاول بيعمل اختبار ذكاء، تقييم بورتج، تدفعي كل الفلوس دي وبعدين يقبل الطفل. احنا سياستنا غير كده خالص، احنا الطفل بيجي عندنا الاول والطفل بيقعد الاول يعمل زي علاقه بينه وبين المدرس وبين الاخصائي اللي هيعمل له اختبارات، وبعدين بنعمل اختبارات. كل ده بيبقى ضمن المصروفات، يعني ان كان اختبار ذكاء، تقييمات، اي حاجه بتبقى ضمن المصروفات، جلسات التخاطب ضمن المصروفات. مصروفات يعني حاجه رمزيه بس للالتزام، عشان الاهالي تلتزم بس بالحضور. الاول بشوف سن الطفل يسمح بدخول المركز او لا، وبعد كده بطلب منهم الاوراق الخاصه بدخول المركز. بنيجي بقى الماديات، في اولياء امور بتبقى الحاله بتاعتهم ما بتسمحش ان هم بيدفعوا المبلغ، رغم ان احنا المبلغ بتاعنا يعني بيبقى تكاليف بسيطه، لكن بنعمل لهم دراسه حاله وبنقف جنبهم وبننزلهم في المصروفات. وكامل اب وام بيبقى عايزين مثلا ابنهم او مجرد ما يجي بيبقى كويس وبتاع، فاحنا شويه بنفهمهم ان ده بياخد وقت شويه. وفي اولاد الحمد لله بيجم، وكانت حالتهم برضو صعبه شويه، والحمد لله دلوقتي اتاهلوا ودخلوا المدارس. طفل التوحد ما بيبقاش حابب ان هو يتعامل مع حد، فاول حاجه بحاول ان انا اعدل له سلوكه على اساس ان هو يقعد، وبعد ما يقعد ابتدي اتعامل معاه تواصل بصري، لان هو بيبقى مفتقد قوي التواصل البصري والتقليد والحياه الاجتماعيه، يعني دي بتبقى خاصه قوي بطفل التوحد. طفل الاعاقه العقليه ساعات بيجي برضو مفتقد التواصل البصري، فبنبتدي ندربه عليه. وأول حاجة برضو الأساس إن احنا نخليه يقعد، لأن هو لو ما قعدش قدامي وبصلي مش هيقدر يلقط مني حاجة أو يعرف أنا بقول إيه. هو كل الأطفال مش زي بعضهم، يعني هو كل طفل بيجي على حسب الحالة بتاعته. ففي ولاد بتبقى جاي عندهم في تأخر لغوي، بيبقى عندهم تأخر في الكلام، في ولاد هنا في المركز بيجوا عندهم يعني إعاقات مع تأخر في الكلام. فاحنا اول ما الطفل بيجي بنبتدي ان احنا يعني بنقيمه وبنشوف مثلا يعني هو محتاج ليه، يعني محتاج، في ولاد بتبقى جايه عايزه يعني تصليح كلام، في ولاد بتبقى عايزه بتبتدي معاها من الاول خالص. فاحنا في التخاطب في برنامج بتبتدي بيه من الاول، اول حاجه اللي لازم الطفل ان هو ينتبه، فبنشتغل الاول مع انتباه وتركيز لغايه لما يبتدي يبص في العين وان هو يقعد على الكرسي ويبتدي ينتبه. بعد كده بقى بنبتدي معاه في البرنامج، بنبتدي يقلد تقليد الحركات، وبعد كده نبتدي فيه ان هو يعرف اجزاء جسمه، وبعد كده بقى بنخش في المجموعات اللي هي الضمنيه اللي هي الحيوانات والفاكهه والخضروات، وبعد كده بنفضل ماشيين بقى. هو يعني في التخاطب بيبقى زي سلم لغوي كده، يعني برضو يعني برنامج من بنبتديه واحده واحده في المجموعات الضمنيه، وبعد كده المهن، وبعد كده في بقى اولاد تانية يعني بياخدوا الحاجات دي، زائد ان بيبقى في عندهم حروف يعني في تصليح حروف، فكل حرف برضو بيبقى ليه طريقه معينه في التصليح. الولاد هنا بيبقوا السن الكبير، يعد اكبر سن في المركز. الولاد والبنات هنا يعني الشغل معاهم مقسوم اتنين، في برنامج اسمه وظيفي وفي برنامج اسمه اكاديمي. الوظيفي ده بياخدوه ولاد معينين
اللي هم ما بيبقوش قادرين على القراية والكتابة، بنعرفهم بس شكل الكلمة، بيبقوا حافظين الكلمة دي، مثلا شاي، لبن، حاجات من الأدوات المنزلية. بمعنى أصح بنديهم الحاجات اللي ممكن يقابلوها طول يومهم أو في حياتهم، بحيث لو راحوا مع ماما أي مكان، سوبر ماركت، نزلوا في أي مكان، راحوا يشتروا حاجة مع مامتهم، لقوا الحاجة دي موجودة على علبة في البيت، يبقوا عارفين الكلمة دي، بيوصلوها، بيلونوها بأنشطة مختلفة كتير، بحيث الكلمة تبقى في دماغهم، أول ما يشوفوها هيبقوا عارفين ينطقوها، لكن هم ما يقدروش يكتبوها غايبة.